الرئيس السيسي يستقبل رئيس شركة تالس ويؤكد أهمية تواصل التعاون مع الشركات الفرنسية لدفع التنمية. شكري يبحث مع وزير خارجية مقدونيا الشمالية توسيع التعاون الاقتصادي بين مصر ودول منظمة الأمن والتعاون الأوروبي. زيلينسكي يبحث مع ماكرون خطة السلام الأوكرانية والتعاون بشأن الدفاع والطاقة. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على مسيرة التعاون المتميزة التي تربط مصر وفرنسا، خاصة ما يتعلق بنشاط الشركات الفرنسية في مصر ومساهمتها في عملية التنمية، والتي مثل نجاحها في مصر نقطة انطلاق لها إلى مختلف دول المنطقة. كما أكد الرئيس السيسي خلال استقباله باتريس كين رئيس مجلس إدارة شركة تالس الفرنسية، تطلع مصر لمواصلة هذا التعاون وتطويره، لا سيما مع شركة تالس ذات الخبرة العريقة في مجال البصريات والإلكترونيات. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد باتريس كين رئيس مجلس إدارة شركة تالس الفرنسية، وذلك بحضور الفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري، ولواء أركان حرب طارق زغلول رئيس مجلس إدارة الشركة العربية العالمية للبصريات، والعقيد بحري أحمد عادل بالقيادة الاستراتيجية، إلى جانب كل من السيد كريستوف سالمون نائب رئيس شركة تالس والسيد شريف بركات مدير شركة تالس مصر. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد التباحث حول آفاق التعاون مع الشركة الفرنسية ذات الخبرات العالمية في مجال تكنولوجيا البصريات والإلكترونيات والأمن السيبراني وتطبيقاتها في القطاع المدني والخدمي، وذلك بالتعاون مع الشركة العربية العالمية للبصريات وشركة بنها للصناعات الإلكترونية. وقد أكد السيد الرئيس بوجه عام على مسيرة التعاون المتميزة بين مصر وفرنسا، خاصة ما يتعلق بنشاط الشركات الفرنسية في مصر ومساهمتها في عمليات التنمية التي مثل نجاحها في مصر نقطة انطلاق لها إلى مختلف دول المنطقة، وتطلع مصر لمواصلة هذا التعاون وتطويره لا سيما مع شركة تالس ذات الخبرة العريقة في مجال البصريات والإلكترونيات. كما وجه السيد الرئيس بالاهتمام برفع القدرات البشرية في إطار التعاون مع شركة تالس من حيث التدريب والتأهيل العملي والفني، وذلك لإعداد كوادر من المهندسين في تلك المجالات المتخصصة. من جانبه أعرب رئيس مجلس إدارة شركة تالس عن الاعتزاز بلقاء السيد الرئيس لبحث مسيرة التعاون مع مصر، مؤكدا أهمية دور مصر كحليف استراتيجي لفرنسا، ومشيرا إلى الحرص على التعاون المثمر مع مصر بشأن مجال نشاط الشركة، وكذلك ما يتعلق بالتدريب والتعليم لنقل المعرفة وتوطين الصناعة وتعزيز قدراتها في مجال البصريات. عقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لمتابعة الموقف الخاص بدعم خدمات وحدات ومراكز الرعاية الأولية. تم خلال هذا الاجتماع استعراض عدد منشآت الرعاية الأولية والتي تصل إلى 5426 منشأة على مستوى الجمهورية، تقدم العديد من الخدمات الوقائية والعلاجية وخدمة الكشف المبكر عن الأمراض، إلى جانب خدمات التثقيف الصحي وتنظيم الأسرة. تابع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عددا من المشروعات الجاري تنفيذها بمحافظة جنوب سيناء. تناول الاجتماع موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، حيث وجه رئيس الوزراء بأن يقوم كل فندق بتنفيذ محطة معالجة صرف صحي خاصة به يروي بها المسطحات الخضراء لديه.
في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائزي الأسلحة النارية ومكافحة جرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد. أسفرت جهودها خلال أسبوع عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية. جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة، فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط عدد 592 عنصراً إجرامياً شديد الخطورة بنطاق 24 مديرية أمن، والسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها قتل، سرقة، سلاح، مخدرات، وضبط معهم 294 قطعة سلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة. وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 88 متهما وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 964 قطعة سلاح ناري أبرزها 100 بندقية و80 بندقية آلية و51 مسدسا و733 فرد محل الصنع وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة و100 خزينة، إضافة ل 1367 قطعة سلاح أبيض. وترسيخا لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 490,361 حكما قضائيا من بينهم 1854 حكم جناية و177,050 حكم حبس و241,490 حكم غرامة و69,907 و60 حكم مخالفة. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط 7 تشكيلات عصابية ضموا 21 متهماً، قاموا بارتكاب 37 حادث سرقة متنوع، وتم كشف غموض 56 حادث ما بين حريق عمد وقتل وسرقة بالإكراه وانتحال صفة، وضبط مرتكبوها بإجمالي 102 متهماً، وتم إعادة 6 سيارات مبلغ بسرقتها. وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 1694 قضية إتجار في المواد المخدرة بإجمالي 1921 متهماً من بينها قرابة 407.5 كيلوغرام من مخدر الحشيش وأكثر من 245.5 كيلوغرام من نبات البانجو المخدر وكمية من مخدر الهروين وزنت حوالي 92 كيلوغرام وضبط ما يقرب من 24 كيلوغرام من مخدر الآيس الشابو إضافة إلى ما يزيد على 52.5 كيلوغرام من مخدر الاستروكس وعدد 34,083 قرص مؤثر و13,947 قرص ترامادول مخدر وعدد 10,214 قرص كيبتاجون مخدر. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي 66 مليون جنيه. كما تم ضبط قضية غسل أموال قدرت قيمة الممتلكات فيها بقرابة 40 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة.
تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 568 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت 730 طنا. وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط 25 طنا. وفي مجال حجب أرز الشعير والأبيض والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض تم ضبط أكثر من 671 طنا. أما في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي تم ضبط 34 طنا. وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 912 قضية، من بينها 192 قضية خبز ناقص الوزن و196 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. أكد وزير الخارجية سامح شكري عمق العلاقات التعاون التي تربط مصر ومقدونيا الشمالية في العديد من المجالات. جاء ذلك خلال المحادثات التي أجراها شكري مع نظيره من مقدونيا الشمالية، وتناولت تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية، بالإضافة إلى التعاون بين دول مجموعة الشركاء المتوسطيين لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبية ورئاسة مقدونيا الشمالية لمنظمة التعاون والأمن الأوروبي في ضوء علاقات مصر الممتدة مع المنظمة. وخلال المؤتمر الصحفي قال شكري إن المباحثات تناولت ملف الهجرة غير الشرعية وجهود مصر في وقفها، مشيرا إلى أن ما تتلقاه مصر من الاتحاد الأوروبي من دعم لا يتناسب مع العبء الملقى على عاتقها. استقبلته مصر خلال السنوات الماضية من أعداد كبيرة من المهاجرين بلغت حوالي 6 مليون، وبالتأكيد أنه مصر تستضيف أشقائها على أراضيها مراعاة لدوافع اللي أدت إلى تركهم لموطنهم، ولكن لم تقم مصر أي معسكرات للإيواء، وإنما تركت حرية الامتزاج وتوفر لهؤلاء كافة الخدمات المتاحة للمواطنين المصريين. هذا من سبيل إدراك مصر لمسؤوليتها تجاه أشقائها، مراعاة لقضايا حقوق الإنسان وإزكاء حقوق هؤلاء كفئة تحتاج إلى الرعاية والدعم. وما نلقى من الشركاء في الاتحاد الأوروبي من دعم في الحقيقة لا يتناسب مع الأعباء الكبيرة التي تتحملها مصر في هذا الصدد، ولكن نحن نستمر في سياستنا من منطلق المبدأ. من جانبه قال وزير خارجية مقدونيا الشمالية بويار عثماني إن البلدين لديهما فرص واعدة للارتقاء بالعلاقات بين البلدين. مصر تعد شريكا أساسيا، وهي شريك هام للغاية في تعاونها مع منظمة الأمن والتعاون، وأعتقد أنها تلعب دورا هاما في مسألة مواجهة التحديات الأمن العالمية. وكما أخبرت صديقي العزيز معالي الوزير أن البعد الثقافي والاقتصادي والاجتماعي والاقتصادي لمصر يمثل حجر الأساس لهذه العلاقات، ويجعل بالفعل مصر عضوا أساسيا ولاعبا رئيسيا في إحداث توازنات، وخاصة في ظل هذه الأزمات التي نواجهها في العالم حاليا. بحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع نظيره الأوكراني فولادمير زيلينسكي هاتفيا التحضيرات لمؤتمر جديد لدعم أوكرانيا يعقد الثلاثاء القادم
في باريس. وأوضح زيلينسكي أن النقاش تطرق إلى تنفيذ صيغة السلام المكونة من 10 خطوات والتعاون بشأن الدفاع والطاقة. وأفاد قصر الإليزي أن رؤساء دول وحكومات وزراء 47 دولة سيشاركون في المؤتمر، وكذلك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية الكرملين ديمتري بيسكوف، قال إن العلاقة بين روسيا والغرب وصلت إلى مرحلة المواجهة. أضاف بيسكوف أن العلاقات بين روسيا والدول الغربية لا تتحرك حيث بدأت مرحلة المواجهة. كما أشار بيسكوف أيضا إلى أن مخاوف روسيا بشأن تجاهل اتفاقيات مينسك كانت مقدمة لشن موسكو ما تسميه بالعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف أن بلاده تعمل على تكثيف إنتاج أقوى الأسلحة المتطورة. وأضاف ميدفيديف أن عدو روسيا ليس فقط كييف بل أوروبا وأمريكا الشمالية واليابان ونيوزيلندا وغيرها من الدول التي تصعد من العملية العسكرية. قصفت القوات الأوكرانية مدينة ميلتوبول الواقعة في جنوب أوكرانيا والتي تسيطر عليها القوات الروسية. قدم الجانبان الروسي والأوكراني معلومات متباينة بشأن أهداف الضربات والضحايا في هذه المدينة الاستراتيجية التي تقع ضمن منطقة زابوريجيا ويزيد عدد سكانها عن 150 ألف نسمة. الهجمات المتبادلة بين القوات الروسية والأوكرانية ما زالت مستمرة، خاصة في مدينة ميليوتوبول ذات الموقع الاستراتيجي، عقب محاولات أوكرانيا شن هجمات على أمل استعادة المدينة التي تسيطر عليها القوات الروسية. حاكم منطقة زابوريجيا يفيجيني باليتسكي كشف أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت صاروخين ووصلت 4 صواريخ إلى أهدافها، مضيفا أن مركزا ترفيهيا يضم منطقة مطاعم تم تدميره خلال الهجوم الأوكراني وذلك بصواريخ هيمارس. الرئاسة الأوكرانية أكدت على أهمية مدينة ميليوتوبول وضرورة استعادتها، وأشارت إلى أنها تعد مركزا صناعيا ومفتاح الدفاع عن الجنوب الأوكراني، مؤكدة أنه إذا سقطت ميليوتوبول سينهار خط الدفاع بأكمله وذلك على طول الطريق إلى خيرسون، وستحصل القوات الأوكرانية على طريق مباشر إلى شبه جزيرة القرم. أما روسيا فتواصل أعمال القصف على مدينة خيرسون الواقعة جنوب أوكرانيا بهدف الإضرار بالبنية التحتية للمنطقة والمباني السكنية، مما يجبر المدنيين على الفرار إلى مناطق أخرى بحثا عن الأمان. الشركة الأوكرانية الوطنية المشغلة للكهرباء أعلنت أن البنى التحتية للطاقة في محيط خيرسون تم تدميرها عمليا وذلك خلال انسحاب القوات الروسية، وأن الوضع معقد في أوديسا التي تستهدف بضربات. ورغم هدوء حدة الأزمة الأوكرانية إلا أن الأضرار ما زالت بالغة. أعلنت الرئاسة الروسية أن أوروبا تتحول ببساطة من الاعتماد على الغاز الروسي إلى الاعتماد على الغاز الطبيعي المسال الأمريكي. ووصف الكرملين الرغبة الأوروبية في وقف اعتماد القارة على الغاز الروسي بأنها عبثية وجنونية، وأضاف أنه في الوقت الذي يخسر به الأوروبيون المليارات كل يوم تجني واشنطن هذه المليارات بالفعل. توقع خبراء اقتصاد أن يخفف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وتيرة رفع معدلات الفائدة الأسبوع القادم، فيما حذر رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول من أنه سيتعين على الأرجح إبقاء السياسة النقدية مشددة لبعض الوقت. تعتزم الحكومة الفرنسية الإعلان عن إصلاح نظام التقاعد، حيث تقدم رئيسة الحكومة إليزابيث بورن الخميس المقبل الخطوط العريضة لإصلاح نظام التقاعد، وهو من أعمدة برنامج الرئيس إيمانويل ماكرون في ولايته الثانية.
أفادت مصادر بأن نقابة موظفي البنك المركزي الأوروبي تنوي القيام بخطوات احتجاجية للحصول على زيادة في الرواتب، وتعاني دول أوروبية كثيرة من إضرابات بسبب مطالبات تحسين الأجور، خاصة في بريطانيا وفرنسا وغيرها من الدول. تستمر معاناة أوروبا مع استمرار الأزمة في أوكرانيا ووصول التضخم إلى مستويات قياسية جديدة وسط ارتفاعات متتالية في أسعار الطاقة. الإضرابات باتت نشاطاً شبه أسبوعي في دول التكتل بعد ارتفاع مستويات المعيشة وتدني الأجور بشكل كبير، فنقابة موظفي البنك المركزي الأوروبي تعتزم القيام بخطوات احتجاجية ولا تستبعد تنفيذ إضراب على المدى البعيد للحصول على زيادة للرواتب. إلى ذلك تواجه بريطانيا موجة من الإضرابات والمسيرات الاحتجاجية من قبل الممرضين وعمال البريد والأساتذة الجامعيين وسط ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 11.1%، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر عام 1981. كذلك لا يزال إضراب عمال السكك الحديدية الذي بدأ في الصيف الماضي مستمرا، حيث من المتوقع أن يشارك نحو 40,000 موظف في تحركات واحتجاجات جماعية، وذلك من 13 حتى 17 من ديسمبر الجاري. وفي فرنسا كانت حركة القطارات قد شهدت اضطرابا كبيرا بسبب إضراب للمراقبين أجبر الشركة الوطنية على إلغاء 60% من الرحلات، وذلك في الأسبوع الماضي في تحرك يمكن تجديده خلال احتفالات نهاية العام. هذا ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 200 نقطة أساس في المجمل في الأشهر الثلاثة الماضية، ووعد بمزيد من التجديد في ديسمبر، لكن الأسواق بدأت في توقع حدوث تباطؤ في وتيرة رفع أسعار الفائدة في ظل ركود يلوح في الأفق. أعلنت فنزويلا إجراءات للدفع أو الدفاع عن عملتها التي خسرت 17% من قيمتها مقابل الدولار الأسبوع الماضي. وقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، قال إنه أمر الفريق الاقتصادي باتخاذ إجراءات للدفاع عن السعر الرسمي للعملة من أجل تجارة سليمة في مواجهة هجوم الدولار. para lo que exige Venezuela, que es el levantamiento completo. نشرة التاسعة تتواصل معكم على شاشة التلفزيون المصري وتتابعون فيها. ألمانيا تقول إنها ستشدد قوانين السلاح بعد اعتقال أعضاء تنظيم الرايخ. قالت وزارة الداخلية الألمانية إنها ستشدد قوانين حيازة السلاح، وذلك بعدما اعتقلت 25 من أعضاء تنظيم مواطني الرايخ اليميني المتطرفة. وأضافت الداخلية الألمانية أنه تمت مصادرة أسلحة 1000 عضو من جماعة الرايخ، فيما أكدت الاستخبارات الألمانية أنها وجهت ضربة قوية للمجموعة المسلحة، مشيرة إلى أنهم يمتلكون ترسانة أسلحة غير مشروعة. طلب رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي من بعثة الناتو إزالة الحواجز التي أقامها صرب كوسوفو في المنطقة الشمالية المضطربة. أغلقت الشاحنات والمركبات الثقيلة عدة طرق رئيسية تؤدي إلى معبرين حدوديين بين كوسوفو وصربيا لليوم الثاني، وذلك بعد تبادل لإطلاق النيران ليلا وسط تصاعد التوترات بين السلطات وصربي كوسوفو. إلى حافة صراع جديد يعيد إلى الأذهان النزاع المسلح خلال تسعينيات القرن الماضي. يتصاعد التوتر في شمال كوسوفو بعد أن شهدت الأيام الماضية تفجيرات وإطلاق نار واستهداف دوريات للشرطة. محتجون الصرب في شمال كوسوفو أغلقوا طرقاً رئيسية عقب تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بعد اعتقال شرطي صربي سابق، وسط تصاعد التوتر بين الأقلية الصربية والسلطات.
الشرطي المعتقل شارك في استقالات جماعية للصرب من الشرطة الشهر الماضي بعدما قالت السلطات إنها ستنفذ قانونا يلزم الصرب بالتخلي عن لوحات السيارات القديمة المصدرة في صربيا ما قبل حرب كوسوفو بين عام 1998 و 1999 عندما كانت كوسوفو لا تزال جزءا من صربيا. كذلك تصاعد التوتر بعدما قررت كوسوفو إجراء انتخابات محلية في البلديات ذات الغالبية الصربية في 18 من ديسمبر الجاري، فيما رد أكبر حزب سياسي صربي في كوسوفو بإعلانه مقاطعة هذا الاقتراع قبل أن يتم تأجيل الانتخابات لشهر أبريل المقبل. وخلال الأسابيع القليلة الماضية رد الصرب في شمال كوسوفو وهو معقل للقومية الصربية بمقاومة لخطوات العاصمة كوسوفو. هذا ويبلغ عدد الصرب نحو 120 ألف شخص في كوسوفو التي يبلغ عدد سكانها 1.8 مليون نسمة معظمهم من العرقية الألبانية. اعلن الجيش الباكستاني ان قوات من حرس الحدود الافغانيه شنت قصفا مدفعيا واطلقت نيرانا كثيفه ما تسبب في مقتل 6 مدنيين واصابه 17 اخرين على الجانب الباكستاني من الحدود. وقال الجيش في بيان ان القوات ردت باطلاق النار عبر نقطه شامان الحدوديه في اقليم بلوخستان دون ذكر تفاصيل عن اي خسائر في الجانب الاخر. دعا اتحاد الخدمات العامة والتجارية في المملكة المتحدة الحكومة البريطانية لتبني نهج جديد حول أزمة القوارب الصغيرة التي تعبر بحر المانش. قال رئيس قسم المفاوضات في اتحاد الخدمات العامة والتجارية بالمملكة المتحدة إنه ينبغي على الحكومة أن تتبنى نهجا جديدا وتمنح تأشيرة مرور آمن للاجئين حتى يتمكنوا من تجنب العبور الخطير تحت رحمة المجرمين المنظمين. في إيطاليا قالت السلطات وشهود عيان إن رجلا فتح النار خلال تجمع بمقهى بشمال روما ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين. ودعا عمدة روما إلى اجتماع أمني طارئ غدا الاثنين بعدما أسماه حلقة العنف الخطيرة التي ضربت المدينة. في ستوكهولم أقيمت مأدبة على شرف الحائزين على جائزة نوبل لعام 2022 حضرها ما يقرب من 1500 شخص. سلم ملك السويد الفائزين جوائزهم مصحوبة بموسيقى عزفتها أوركسترا ستوكهولم الملكية. I did never imagine that I would be standing here. I grew up not far from here in Bagarmossen, a suburb of Stockholm where you were not really expected to go to university. عقد مجلس الشيوخ جلسته العامة اليوم حيث تناول طلب المناقشة العامة بشأن استفادة مصر من قمة المناخ وكذلك تعقيب الحكومة. وأحال رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق طلب المناقشة ورد الحكومة إلى لجنة الطاقة والبيئة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس. لمناقشة نتائج مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ كوب 27 والمكاسب المتحققة منه، عقد مجلس الشيوخ جلسته برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حيث تم الإشادة بالتنظيم الجيد للمؤتمر من قبل الدولة المصرية. الجلسة تناولت المكاسب العديدة الناتجة عن نجاح المؤتمر على كافة المستويات، سواء فيما يتعلق بالجلسات الحوارية والقرارات وأيضا التنظيم، حيث حرصت
أسست الحكومة في بيانها أمام نواب المجلس الكشف عما تحقق من إنجازات للمؤتمر، وصفة المؤتمر بأنه يمثل حدثاً مشهوداً. وشددت الحكومة على أن هذا النجاح ما كان يمكن أن يتحقق دون دعم القيادة الحاسمة للرئيس عبد الفتاح السيسي وتفاني جهود أبناء مصر الشرفاء. المستشار عبد الوهاب عبد الرازق فتح الباب أمام النواب للإدلاء برأيهم فيما يتعلق بنتائج تنظيم مصر لمؤتمر المناخ والإشادات الدولية التي تلقتها الدولة المصرية بسبب التنظيم. أهنئ الحكومة على ما قامت به وما أثبتت ما أثبتته للمصريين أولا قبل العالم أننا نستطيع، أننا شعب نستطيع. والحقيقة أنا حضرت مؤتمر الكوب نيابة عن برلمان عموم إفريقيا، وكان موجود رئيس البرلمان، وشهادة حق في المؤتمر الصحفي اللي عقده في نهاية المؤتمر قال إن هو حضر قبل كده 7 مؤتمرات عن البيئة، وده كان أعظم تنظيم وأكبر مؤتمر جمع الأفارقة مع بعض. نجحت مصر بلغة السياسة الحديثة في صك ما يطلق عليه علامة وطنية تميزها وتعرف بها في الأوساط السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها. على مستوى المضمون جاء إصرار مصر بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على اعتماد إجراءات تنفيذ الوعود، جاء يحدث نقلة نوعية في تاريخ المؤتمرات المناخ السابقة. الحقيقة الشكر الحكومة المصرية على التنظيم المشرف لمؤتمر المناخ في شرم الشيخ اللي أثبت الحقيقة للعالم كل قدرة الدولة المصرية على تنظيم مؤتمر بهذا الحجم، حضروا أكثر من 197 دولة بمشاركة أكثر من 40,000 مشارك، وده حدث ضخم جدا مش بس في من ناحية الحضور يا فندم، ولكن أيضا من ناحية المكاسب اللي يمكن تابعنا كل وسائل الإعلام وشفنا قد إيه مؤتمر حظى بتغطية وبإشادة واسعة من مختلف وسائل الإعلام. هذا وأحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق طلب المناقشة العامة بشأن استفادة مصر من قمة المناخ، وكذلك تعقيب الحكومة إلى لجنة الطاقة والبيئة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس مرة أخرى معلنا رفع الجلسة. وقد أجرت كاميرا التلفزيون المصري عددا من اللقاءات مع نواب مجلس الشيوخ الذين أشادوا بالجهد الكبير للدولة المصرية في تنظيم مؤتمر COP27 للمناخ. تقدمت بطلب المناقشة العامة للحكومة لاستيضاح نتائج والمكتسبات المحققة من استضافة مصر لمؤتمر COP27، ده نظرا لأنه الحقيقة احنا شفنا جهد كبير ملموس على الأرض خلال عقد المؤتمر في شرم الشيخ، وشفنا كمان أو لمسنا ردود الفعل الإيجابية جدا من الوفود المشاركة خلال المؤتمر، وبالتالي حبينا أن احنا نبرز أكتر ونعرف أكتر المكتسبات والنتائج المحققة من استضافة مصر لمؤتمر COP27. طبعا طلب المناقشة العامة النهاردة من قبل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كان حرص من التنسيقية أن الرأي العام المصري كله يعرف أن هذا المؤتمر ليس مؤتمر للتنظيم وللبهرجة فقط، ولكنه وضع ثقل سياسي لمصر ووضع ثقل اقتصادي واستراتيجي لمصر. العالم ليس به محفل دولي حاليا إلا وبيتكلم عن مؤتمر المناخ والنجاحات. وأعطى مصر دفعة قوية جدا إلى العالمية. بمعنى إيه العالمية؟ يعني كان عندنا 120 رئيس ورئيس وزراء دولة، عندنا 194 دولة استضافهم فخامة الرئيس بنفسه. ده خلى مصر تثبت للعالم ان هي دولة آمنة مستقرة تدعو المستثمرين انهم يأتوا الى مصر للاستثمار. نظمت أمانة حقوق الإنسان بحزب حماة الوطن صالونا ثقافيا تحت عنوان اليوم العالمي لحقوق الإنسان رؤية وطنية. ناقش الصالون عدة محاور منها مصر والمنظومة الدولية لحقوق الإنسان ومصر والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بالإضافة للحوار الوطني كرؤية حقوقية. حقوق الإنسان بحزب حماة الوطن بتنظم النهاردة الفعالية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان بتشريف معالي السفيرة مشيرة خطاب وبعض أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، في ظل أن مصر تتولي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي
رئاسة البلاد قامت بما يخص ملف حقوق الإنسان بكثير من المبادرات والإجراءات. الحقيقة بحيي حزب حماة الوطن لتنظيم هذا الصالون والاختيار هذا اليوم تحديدا، اليوم العالمي لحقوق الإنسان. اليوم ده السنة دي بالذات مهم لينا أكتر من أي سنة مضت. مجلس قومي لحقوق الإنسان بيفخر إنه انتهى من وضع إطار لخطة تنفيذية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في إطار من التعاون والشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أكبر شريك تجاري لمصر وداعم لمصر في مجالات كثيرة جدا ومنها موضوع حقوق الإنسان. هذا الاهتمام بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بيؤكد أن مصر لديها إرادة سياسية حقيقية على تنفيذ كل ما جاء في الاستراتيجية، وفي نفس الوقت دعم أكبر لحقوق الإنسان في مصر واهتمام بأنه يبقى في بنية تشريعية حافظة لحقوق الإنسان، وفي نفس الوقت اهتمام بهذه المشروعات. احنا لدينا مشروع مهم جدا، مشروع حقوقي، وهو مشروع حياة كريمة. اتصور ان هو من المشروعات المهمة اللي بتقول ان مصر لأي مدى مهتمة بمنظومة الحقوق المدنية والسياسية وايضا حقوق الاقتصادية والاجتماعية. نظم المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط اجتماعا بمناسبة الاحتفال بيوم التغطية الصحية الشاملة، وقد تركزت المناقشات على تحديد الصلة بين الرعاية الصحية الأولية والأولويات الإقليمية للاسترشاد بها في إعداد خارطة طريق لتنفيذ أهم الركائز الاستراتيجية والتشغيلية المبينة في الإطار التشغيلي للرعاية الصحية الأولية. منظمة الصحة العالمية لديها تواجد عالمي في أكثر من 150 دولة على مستوى العالم، ولديها مكاتب قطرية تقدم من خلالها الدعم الفني لوزارات الصحة بصفة يومية، كما أن لمنظمة الصحة العالمية حضور وتواجد في أكثر الأماكن صعوبة مثل أفغانستان والصومال وأوكرانيا وفي معظم دول العالم. خلال هذه المؤتمر الصحفي لقد نوه دكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمكتب الشرق الأوسط لمنظمة الصحة العالمية بأهمية عمل الشركاء معا، بأهمية العمل عبر القطاعات نحو تغطية صحية شاملة. كما نوه أيضا المدير الإقليمي إلى أهمية ودور العمل مع الرعاية وتقوية الرعاية الصحية الأولية، وقد أيضا أشاد بالنظم الصحية التي تسعى نحو تغطية صحية شاملة. أهم التوصيات حتكون هي الدول كلها عنا، نحن ب 2018 التزمت بمعاهدة أستانا يلي هي التغطية الصحية الشاملة، وكمان نحن كمنطقة الإقليم شرق المتوسط كان في إعلان صلالة بمسقط بعمان، كمان الدول التزمت. بقى نحن بنتأمل بعد هذا الاجتماع هذا الأسبوع أنه يكون في التزام بالتطبيق بالسير قدما لتطبيق كل هذه التوصيات. تنفيذا للتوجيهات الرئاسية برفع العبء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم، يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي جهوده لدعم الفئات الأولى بالرعاية بتنظيم أول قافلة شاملة للتحالف بمحافظة الإسماعيلية بقرية الضبعية. ضمت القافلة العديد من التخصصات المختلفة بالإضافة إلى توزيع المواد الغذائية وكذا توزيع صناديق غذائية ومفروشات للأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا. قوافل هدفها طبعا التوعية والتعليم للأطفال، وقافلة طبعا الصحية للكشف عن الأمراض لأهالينا في محافظة الإسماعيلية، طبعا بالإضافة إلى توزيع المساعدات على أهالينا طبعا اللي هم ذوي الاحتياجات من يعني بينطبق عليهم الحالات اللي هي بتاعت التضامن الاجتماعي. طبعا احب اشكر النهارده كل اهالينا المتواجدين في هذه القافله وهم اللي نجحوها، واحب طبعا اشكر التحالف الوطني اللي بيعمل طبعا تحت قياده تحت طبعا توجيهات القياده السياسيه. طبعا قافله ستر وعافيه بتعتبر من احد المبادرات اللي تبنتها كيانات التحالف. بقى دلوقتي دي القافله ال11 وصلنا لمدينه الاسماعيليه وتحديدا في قريه الضبعيه، كان لها وضع مختلف بدانا نجهز لها من فتره فاتت بحيث ان احنا في تهيئه مجتمعيه سواء للاحتياجات الخاصه بالتوعيه في المكان هنا، راعينا السن العمري الخاص بالاطفال هنا عشان يبقى في مهرجان للاطفال برسائل توعيه مناسبه ليهم. بنوزع كراتين سرعة غذائية على أهالينا المستحقين، طبعا ده بيتم من خلال
ان احنا بننزل نعمل تهيئه للمجتمع وبنشوف اهالينا المستحقين وبنوصل لهم لحد عندهم وبنطوف مع التحالف الوطني كل محافظات مصر بفضل الله تعالى. واحنا النهارده في مدن القناه في الاسماعيليه بنوزع بطاطين ان شاء الله على اهالينا واخواتنا ونقول احنا كلنا مكملين ضمن المبادره بتاع سياده الرئيس وان شاء الله باذن الله مع التحالف هنوصل لكل اهالينا في كل مكان باذن الله. أعلنت محافظة أسيوط الانتهاء من تطوير مستشفى الصدر بالمحافظة ورفع كفاءتها لاستقبال المزيد من الحالات وتوفير الرعاية الصحية والعلاجية المناسبة للمرضى بتكلفة تجاوزت 150 مليون جنيه. بتكلفة تجاوزت 150 مليون جنيه تم الانتهاء من تطوير مستشفى الصدر بمحافظة أسيوط ورفع كفاءتها لاستقبال المزيد من الحالات وتوفير الرعاية الصحية والعلاجية المناسبة للمرضى. شملت أعمال رفع كفاءة المستشفى الفصل بين الاستقبال والعيادات الخارجية ونقل الصيدلية والعيادات لموقع آخر وتزويد قسم الاستقبال بحجرتين مزودتين باسطوانات أكسجين وأجهزة للتنفس وحجرة أخرى لفحص الحالات الخاصة. كل توجهات القيادة السياسية بالاهتمام بمستشفى الحميات ومستشفيات الصدر على مستوى الجمهورية وأن المستشفيات دي تبقى على جاهزية كبيرة نظراً لتعدد الجوائح في الأمراض المعدية. فإحنا كان هذا هو أول أولويات بتاعتنا أن احنا نطور مستشفى الحميات والصدر وهو ده اللي حصل في الحميات وجاري الآن تطوير مستشفى الصدر أسيوط بما يتجاوز 150 مليون. تقدم المستشفى خدمات أخرى تتمثل في كشف بالأشعة المقطعية على والأشعة السينية للمرضى المترددين والمرضى المحجوزين داخل المستشفى، تقديم الخدمات العلاجية للحالات الصدرية الطارئة في عناية مركزة ومتوسطة بقوة 30 سرير، كما يوجد معمل للدرن ومعمل الكيمياء ويوجد عدة أسنان وقسم العلاج الطبيعي. كذلك تم رفع كفاءة العناية المركزة وتزويدها بعشرة أجهزة إضافية بحيث يكون كل سرير ملحق به جهاز تنفس ومونيتور، كما تم رفع كفاءة العناية المتوسطة لتعمل كعناية مركزة. بنوفر مستلزمات للمستشفى، احنا المستلزمات منقسمة لمجاني ونفق واقتصادي. كمجاني احنا بنوفرها من المخزن الإقليمي طبعا مديرية الصحة. عندنا جهاز وظائف التنفس والجهاز ده مش موجود غير عندنا في المستشفى، يعني مش موجود أصلا في الصعيد، بيخدم قطاع كبير من المرضى، المرضى الداخلي ومرضى الكومسيون. الجهاز ده بيحدد كفاءة الرئة، بنشخص به معظم الأمراض الصدرية. وتقوم الدولة بجهود كبيرة لتحسين الخدمة الطبية المقدمة والتيسير على المواطنين، وذلك في إطار دعم وتطوير الخدمات الصحية والارتقاء بالقطاع الصحي خاصة في محافظات الصعيد. والآن وقفة مع أخبار المال والأعمال نتابعها مع مصطفى ميزار. إليك مصطفى. شكرا ريهام الديب، شكرا دينا فكري. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في وقفة جديدة من أخبار المال والأعمال في نشرة التاسعة. أعلنت وزارة الزراعة الإفراج عن 150 ألف طن من الذرة وفول الصويا من مستلزمات العلاف بقيمة 79 مليون دولار خلال الأسبوع الماضي. ذكرت الوزارة أنه بذلك بلغ إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من 16 من أكتوبر الماضي وحتى 9 من ديسمبر الجاري 1.1 مليون طن بإجمالي 562 مليون دولار. أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية إطلاق المرحلة الرابعة من الخريطة الإلكترونية للاستثمار الصناعي والتي تضم طرح فرص استثمارية جديدة على قطع أراضي مرفقة في القطاعات الصناعية ذات الأولوية. ذكرت الهيئة أنه تم أيضا إعداد قائمة استرشادية لعدد 86 مشروعا صناعيا تم دراستها بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة بهدف تعميق التصنيع المحلي. يأتي ذلك في إطار جهود الدولة للتوجه نحو التحول الرقمي والتوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية لمجتمع الأعمال للتيسير على المستثمرين. في سوق المال أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم بداية جلسات الأسبوع على تباين في المؤشرات وسط مشتريات من المستثمرين المصريين والعرب،
وقابلتها مبيعات من الأجانب. هذا وقد سجل رأس المال السوقي مستوى 938.7 مليار جنيه وسط تداولات كلية بلغت 3.9 مليار جنيه. أما على صعيد المؤشرات ففتح مؤشر إي جي إكس 30 عند مستوى 14838 نقطة وأغلق عند 14587 نقطة متراجعا بنسبة 1.69%. بينما فتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 عند 2728 نقطة وأغلق عند 2745 نقطة مرتفعا ب 1.60%. كما فتح مؤشر إي جي إكس 100 عند مستوى 4119 نقطة وأغلق عند مستوى 4023 نقطة مرتفعا بما نسبته 0.8%. من أسواق المال إلى أسواق العملات، وفيها تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ليسجل فيها الدولار الأمريكي 24 جنيه و58 قرشا للشراء و24 جنيه و66 قرشا للبيع، وسجل اليورو 25 جنيه و89 قرشا للشراء و25 جنيه و98 قرشا للبيع، في حين وصل الجنيه الاسترليني إلى 30 جنيه و13 قرش للشراء و30 جنيه و23 قرشا للبيع. بالنسبة للعملات العربية مقابل الجنيه المصري، سجل الدرهم الإماراتي 6 جنيهات و69 قرشا للشراء و6 جنيهات و71 قرشا للبيع، وسجل الريال السعودي 6 جنيهات و53 قرشا للشراء و6 جنيهات و56 قرشا للبيع. تراجعت معظم الأسهم الخليجية الرئيسية بفعل انخفاض في أسعار النفط وسط مشكلات متعلقة بالعرض والغموض إزاء سقف أسعار النفط الروسي. في السعودية تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم بنسبة 1.1%، وفي بورصة البحرين انخفض المؤشر العام بنسبة 0.4%، وتراجع المؤشر العام لبورصة قطر بختام التعاملات بنسبة 0.35%، بينما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.8%. كشفت تقديرات لهيئة العامة للإحصاء في السعودية عن أن الاقتصاد السعودي نما بنسبة 8.8% في الربع الثالث من العام الجاري 2022 مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وهو ما يرجع إلى الأساس أو في الأساس إلى زيادة كبيرة في الأنشطة المرتبطة بالنفط. هذا وقد أظهرت البيانات أن الأنشطة النفطية نمت بنسبة 14.2% على أساس سنوي في الربع الثالث من العام، لكن نمو الناتج المحلي الإجمالي تدعم أيضا بنحو 6% في الأنشطة غير النفطية. وصلنا معكم إلى نهاية هذه الوقفة في أخبار المال والأعمال. في نشرة التاسعة نعود لاستكمال ما تبقى في النشرة من أخبار مع ريهام ودينا. شكرا مصطفى. أطلقت شركة يابانية مركبة فضاء إلى القمر. ستنشر مركبة الهبوط أموان مسبارين آليين وجهاز بعجلتين بحجم كرة البيسبول من وكالة الفضاء اليابانية والمستكشف راشد الذي تصنعه دولة الإمارات. نجحنا في تعدي المرحلة الأولى من مهمة المستكشف راشد إلى القمر. دولة الإمارات بدأت الخطوة الأولى للوصول إلى سطح القمر كأول مستكشف عربي يطور في دولة الإمارات في وطننا العربي عن طريق سواعد وعقول أبناء الإمارات، ويحمل معاه طموحاتهم وشغفهم بالفضاء واستكشاف الفضاء. والآن وقفة مع أخبار الرياضة نتابعها مرة أخرى مع مصطفى ميزار. إليكم من جديد شكرا ريهام الديب وشكرا دينا فكري. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في محطتنا الثانية، نستعرض فيها أحوال الكرة والملاعب محليا وعالميا.
يواصل المنتخب المغربي استعداداته لمواجهة نظيره الفرنسي يوم الأربعاء القادم في الدور نصف النهائي من كأس العالم 2022. كان منتخب المغرب قد تأهل إلى الدور قبل النهائي بعد فوزه على نظيره البرتغالي بهدف نظيف. سلسلة من الأرقام القياسية حققها أسود الأطلس بفوزهم التاريخي على المنتخب البرتغالي بطل أوروبا في دور الثمانية بكأس العالم قطر 2022. رأس يوسف النصيري مهاجم المغرب سجلت اسم المغرب في كتب التاريخ الرياضي كأول فريق عربي وإفريقي يصل لدور قبل نهائي كأس العالم منذ انطلاق أول نسخة في الأوروغواي قبل أقل من 100 عام بقليل، وذلك في عام 1930. شبكة سكواكا للإحصائيات ذكرت أن المغرب بات ثالث منتخب من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية يخوض نصف نهائي كأس العالم بعد الولايات المتحدة عام 1930 وكوريا الجنوبية عام 2002. المغربي ياسين بونو حارس مرمى منتخب المغرب صنع تاريخاً باسمه في مونديال قطر 2022، وبحسب شبكة أبطال الإحصائيات فإن بونو أصبح أول حارس إفريقي يحتفظ بنظافة شباكه في ثلاث مباريات في كأس العالم، حيث خرج بونو بشباك نظيفة أمام منتخبات كرواتيا وإسبانيا والبرتغال. كذلك تمكن يوسف النصيري لاعب المنتخب المغربي من معادلة ثلاثة لاعبين في سباق هداف العرب في نهائيات كأس العالم، ووصل النصيري إلى الهدف رقم 3 في تاريخ مشاركاته في كأس العالم ليتعادل مع التونسي وهب الخزري والثنائي السعودي سالم الدسري وسامي الجابر. وسجل النصيري هدفين قبل هدفه في شباك البرتغال، الأول كان في شباك إسبانيا في مونديال 2008 والثاني في مواجهة كندا بدور المجموعات بكأس العالم 2022. بذلك يتواصل الحلم المغربي والعربي والإفريقي عندما يواجه أسود الأطلس منتخب فرنسا في 9 من مساء الأربعاء المقبل على استاد البيت بالدوحة. محلياً فاز الزمالك على ضيف بيراميدز بهدف نظيف في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة من الدوري المصري، وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق مصطفى شلبي في الدقيقة الثالثة من زمن المباراة ليرفع الزمالك من رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثاني، بينما توقف رصيد بيراميدز عند 11 نقطة في المركز الخامس. تغلب طلائع الجيش على ضيفي المصري البورسعيدي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في الدوري الممتاز، وبهذه النتيجة رفع طلائع الجيش رصيده إلى 7 نقاط في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد المصري عند 6 نقاط في المركز الرابع عشر. كما فاز غزل المحلة على ضيف الداخلية بهدفين مقابل هدف في الدوري الممتاز، وبهذا الانتصار رفع غزل المحلة رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثالث، بينما توقف رصيد الداخلية عند نقطتين في المركز الأخير. سيطر التعادل السلبي على مباراة سموحة وضيفه المقاولون العرب في الدوري الممتاز. بهذا التعادل احتل المقاولون العرب المركز الثامن برصيد 7 نقاط، بينما احتل سموحة المركز الثالث عشر برصيد 6 نقاط. هو
ختام أخبارنا الرياضية من القرية الأولمبية والتي افتتحت بمحافظة الإسماعيلية والتي تضم استاد هيئة قناة السويس الأولمبي الذي يسع هذا الاستاد ل 22 ألف متفرج ويطابق الاشتراطات الدولية ليصبح على استعداد لاستضافة الفعاليات الرياضية المحلية والعالمية. جهود حثيثة تبذلها الدولة من أجل التنمية والبناء في شتى ربوع مصر، وفي إطار خطط التنمية في كافة المجالات افتتحت القرية الأولمبية بمحافظة الإسماعيلية والتي تضم استاد هيئة قناة السويس الأولمبي، وتم تجهيز أرضية الملعب بأحدث أنواع النجيل الهجين، حيث يسع الاستاد ل 22 ألف متفرج ويطابق الاشتراطات الدولية، ويضم الاستاد مركزا اعلاميا وقاعة للصحفيين وقاعة مؤتمرات مزودة باحدث الاجهزة، كما يضم الاستاد مجمع مطاعم وكافيهات لخدمة الجمهور، بالاضافة لاستراحة بها 60 سريرا فندقيا. بذلك تكون القرية الاولمبية واستاد القناة على استعداد لاستضافة الفعاليات الرياضية المحلية والعالمية وتوفير كافة التسهيلات والخدمات اللازمة لضمان نجاحها بفضل الامكانيات والتجهيزات القوية التي تتمتع بها القرية الأولمبية والاستاد في ضوء تشييدهما وفق أعلى المعايير المعتمدة دوليا. بهذا مشاهدين الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الجولة في أخبار الكرة والملاعب محليا وعالميا، ونعود لاستكمال ما تبقى في التاسعة من أخبار مع دينا فكري وريهام الدين. شكرا لك مصطفى ميزار. انطلقت النسخة الرابعة من مهرجان لاغوس للكلاب في نيجيريا. قال منظم الكرنفال إن الفكرة هي الجمع بين المالكين والاحتفاء بهم وبكلابهم وتوفير فرصة للتعلم أيضا من بعضهم البعض بشأن كيفية رعاية حيواناتهم الأليفة بشكل أفضل رغم انخفاض عدد المشاركين عن السنوات السابقة. ونتحول الآن في نشرة التاسعة للتعرف على أهم أنباء الطقس. ووقفة أخيرة مع مصطفى ميزار، إليك مصطفى. شكرا دينا وشكرا ريهام. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في محطتنا الثالثة والأخيرة، نستعرض فيها أحوال الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس مائل للبرودة في أول الليل، بارد في آخره على أغلب الأنحاء. وفيما يلي مشاهدينا الكرام بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية. نبدأها من محافظة القاهرة وفيها درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 13، يكون الجو فيها معتدل. في الأسكندرية 23-13 معتدل، في مطروح 23-14 معتدل، في بورسعيد 25-15 معتدل، في الإسماعيلية 25-10 أيضا معتدل. أما عن محافظة السويس فدرجة الحرارة العظمى هناك 24 والصغرى 14، الجو معتدل. في العريش 25-14 معتدل، في طابة 24-14 معتدل، في شرم الشيخ 26-16 معتدل، في الغردقة 25-14 أيضا الجو فيها معتدل. أما عن محافظة الأقصر فدرجة الحرارة العظمى هناك 27 درجة والصغرى 10 درجات، يكون الجو فيها معتدل. في أسوان 28-13 مائل للحرارة، في الوادي الجديد 26-7 معتدل، في شلاتين 28-17 مائل للحرارة، وأخيرا في حلايب 26-19 يكون الجو فيها معتدل. الآن مشاهدين الكرام نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.
والآن مشاهدين الكرام نترك حضرتكم مع هذه اللقطة، اللقطة الأبرز لهذا اليوم. وصلنا إلى ختام نشرة التاسعة، ولا يتبقى سوى تذكير بأهم ما جاء بها من أنباء. الرئيس السيسي يستقبل رئيس شركة تاليس ويؤكد أهمية تواصل التعاون مع الشركات الفرنسية لدفع التنمية. شكري يبحث مع وزير خارجية مقدونيا الشمالية توسيع التعاون الاقتصادي بين مصر ودول منظمة الأمن والتعاون الأوروبي. زيلنسكي يبحث مع ماكرون خطة السلام الأوكرانية والتعاون بشأن الدفاع والطاقة. وصلنا إلى ختام نشرة التاسعة، ولكن هواء التاسعة ما زال متواصلا مع يوسف الحسيني. مساء الخير. ازيك يا دينا؟ ازيك يا ريهام؟ عاملين ايه؟ خدتوا بالكم من البالونز اللي كانت طالعه ومش عارف؟ طب ما نجيب البالونز بتاعتنا اللي في الاقصر مثلا، احلى من بتاعه الاجانب. لا، والاقصر كمان فيها السياحه يعني والاثار اللي موجوده مثلاً. يعني ما فيش زيها بصراحه مثلاً. يعني مثلا نداء عاجل الى اصدقائنا في النشره، هاتوا الحاجات بتاعتنا، فيها لقطات حلوه واحلى من بلاد بره. هم هيجيبوا الاقصر عندهم منين بقى؟ صح. يعني اكيد المشهد اللي عندنا احلى. لا دي فكره حلوه جدا. اه والله يا ريت، اتمنى ذلك ان شاء الله. انا هشتغل في الاخبار الفتره اللي جايه، اشير عليهم بمجموعه من الفيديوهات. لا دي فكره حلوه علشان الترويج للسياحه عندنا، لان احنا عندنا يعني اماكن حلوه جدا بصراحه. في دول كتير اعتمدت في انها تسوق لنفسها سياحيا عن طريق حاجات زي كده، او ساعات عن طريق الدراما، فتلاقي الدراما التلفزيونيه بتاعتهم قايمه على انه يفرجك على المناظر الطبيعيه والبيوت اللي مش عارف مبنيه شكلها عامل ازاي والشوارع النظيفه الحلوه والمتاجر الكلام من ده. يعني احنا عاوزين نكتر من الكلام ده عندنا، احنا اولى والله. يعني السياحه بصراحه دلوقتي الحمد لله يعني وصلنا لمستوى كويس، وان شاء الله يعني في الشتاء ان شاء الله الدنيا تبقى لطيفه جدا في الاقصر واسوان باذن الله. لا واللي جاي افضل باذن الله. اشكرك يا دينا، اشكرك يا ريهام، ونراكم على خير. هتوكل انا على الله.